تتواصل الانطلاقات ونستكمل أيضا بدايتنا مشاهدينا الكرام في هذه الاندفاعة في أشواطنا اليوم التي ذكرنا أنها 20 شوطا بإذنه تعالى في الفترة الصباحية من هذا الميدان، ميدان دستور للهجن العربية الأصيلة في انطلاقات هذه اللحظات، حيث ينطلق الشوط الثالث وهو شوط خاص بالإبكار في اندفاع قوي وتحدي مثير من أشواط الانتاج الستة الأولى التي تنطلق في هذا الميدان هنا في كل أسبوع من أسابيع الصغار، المواهب خاصة والتحدي والإثارة وكل العاشقين والمحبين ومنتقي السلالات المتميزة هنا يتواجدون في هذه اللحظة بحثا عن الناموس في أول مراكز الأعمار. نذهب مع الصدارة حشيمة، بدأت هنا عتيج محمد بن عتيج بالعرطي الحميري اللي على الصدارة المركز الثاني، وصلت هنا فرح محمد بن سلطان بن مرخان الاشتبيوي المركز الثالث، نعود مع قيادة محمد بن مبارك بن خليفة بن زهرة الخيلي والمركز الرابع، على الجانب الآخر المركز الرابع هي النصيبة سلطان بن علي الاشتبي، وهناك على المركز الرابع نعود مع المركز الخامس في هذه اللحظة وفي هذه التحديات، وصلت هناك وبرة سعيد بن مطر محمد الرميثي والمركز السادس، أعود مواصلا السادس رقاية لسعيد بن حمد بن مصلح الإحبابي، وهناك على المركز السادس هذه انطلاقة الريم سالم براج بن حمد بن غدير، بينما المركز السابع الشاهيني محمد بن خلفان بن قصيبة الظهري، والمركز الثامن انطلاقنا مباشرة إلى العزوم سعيد محمد مبارك الخيلي، المركز التاسع مباشرة إلى راهي مبارك مسيل بن غصن العمري، والمركز العاشر يا السلام هي وهيلة محمد بن مبارك بن بخيت المنصوري مع هذه اللحظة وهذا الانطلاق وهذا التواصل. ما شاء الله نذهب هناك بالقمة، نذهب بالانطلاق، نذهب بالتحدي والإثارة على أرضية هذا الميدان. الله 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 الله، هذه المقدمة، هذه الانطلاقة، هذه حشيمة، أتوقع أنها سلالة حشيم، المسمع على مسمع والشكل ما شاء الله واضح والأمور كلها طيبة، وهناك شوف الهجوم، الهجوم الهجوم اللي بدأ من الضبية الدودة بن طبازة بن الدودة العمري الذي ينطلق أيضا في هذا اليوم مع الإنتاج ومع التحديات. المركز الثاني تذهب الشاهيني محمد بن غلبان بن خصيب الظهري، والمركز الثالث الله وبره سعيد بن مطر بن محمد الرميثي، أما المركز الرابع فهي حشيم محمد بن عتيج بالعرطي، والمركز الخامس أعود مع الشموع علي بن سلطان بن رشيد، والمركز السادس يا سلام هذه أسماء أول مرة تصلنا بكرة مع بكرة عويضة بن حمد بن سهيل العامري، هذه الأسماء الست الأولى والانطلاق الأول والكيلومتر الأخير، والصدارة عندك عندك يا بن طبازة، عندك يا بن طبازة الدودة بن طبازة بن الدودة العامري مع الضبية الضبية. الله شوف الرقص، شوف الرقص اخواني، وهني الشاهينية ايضا في المركز الثاني محمد بن خلفان بن خصيبة الظهري، وحشيمة تبقى على المركز الثالث في هذه الانطلاقة او النصيبة، النصيبة القادمة في لحظاتها وانطلاقها، هناك محمد بن سعيد بن حمد الوهيبي، يا سلام يا سلام يا سلام، شوف هذه النصيبة، شوف هذه الانطلاقة، شوف هذه التحدي، ولكن اعود اليك اليك يا من سيطرت يا من سيطرت، شوف المركز الاول، شوف كيف رقصت من حست بالخطورة، انطلقت الظبية الدودة بن طبازة بن الدودة بن علي العامري، وهنا النصيبة، النصيبة واصلة في هذه اللحظات محمد بن سعيد الحمد الوهيبي، وهي الوعرة الوعرة مسمنها الوعرة. الله الله الله، اتجاوز يا مجاوز، اتجاوز يا مجاوز، سارت إلى الصدارة المركز الأول، إذن هالي السلطنة يحتفلون مع الوعرة محمد بن سعيد الحمد الوهيبي ما شاء الله وتبارك الله، سلام يا السلطنة سلام. المركز الثاني حشيم محمد بن عتيج بالعرطي، والمركز الثالث الشاهيني محمد بن خلفان بن خصيب الظهري، المركز الرابع هنا متواجدة تكريم محمد بن سلطان بن ميرين، والمركز الخامس يا سلام هي الظبية الدودة بن طبازة بن الدودة العامري، هذه الأسماء
اللي انطلقت ما شاء الله الوعره وصلت من بعيد، تجاوزت ايضا طريقا صعبا، طريقا متحديا وانطلاقا وعرا. يا سلام، خذ السهل. والله والله نعم بالفعل، خل السهل وراح وراح الوهيبي هناك يدور الطرق الصعبه. اشكرك الوهيبي، نشوف التوقيت، نشوف التوقيت. يا سلام، أربع دقائق 38 ثانية، تسعة من الأجزاء من الثانية. التوقيتات بدأت تتكسر وتتحطم. ويا سلام يا سلام، مشكور يا الوهيبي محمد بن سعيد بالحرسوسي الوهيبي، مشكور. الله 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 الله، نشكرك ونسلم على السلطنة أيضا. صباحكم جود مورنينج أهالي السلطنة. نشوف المركز الثاني، هذه حجيمة محمد بن عتيج بن عرطي الحميري، 4 دقائق 42 ثانية، 6 من أجزاء من الثانية. شكرا أبو أحمد، إنتاج ما شاء الله متميز في هذه الانطلاقة. والمركز الثالث يذهب إلى الظبية اللي وصلت المركز الثالث، وهي شاينية محمد بن غلبان بن خصيبه الظهري، 4 دقائق 42 ثانية، 7 من أجزاء من الثانية. يا سلام يا سلام، الشديد أيضا يأتي بانطلاقة في هذا الصباح الجميل.